مالك ياد واقف لي كده ليه؟ يخرب بيتك. تلاقيش يا ابو سعيد اهو اديني قاعد. بقول لك يا ابو سعيد سؤال محرج يعني لا مؤاخذه، انت متجوزه؟ لا يا روح امك مش متجوزه. ايه ده؟ يعني انت بنت بموت؟ هو في حاجه بتفضل على حالها يا اخويا؟ وبعدين اسم ام سعيد يا نبيها بقى بنت بنوت ازاي؟ ما تفهم عادي يا ام سعيد، ما الفراخ ياما بتبيض من غير ما يبقى في ديك يبيض الفراخ عادي. بقول لك ايه، شكلك كده شايف لي عريس. لا لا منظر ام سعيد، انا ما ينفعش اتجوزك، انا بس متجوز وحابب ان انا امشي معاكي في شارع ابو عزيز. تمشي معايا فين؟ بقول لك ايه، انت منين؟ انا من عزبة النخل، من مهاجرين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت مش من مصر وانا بتعامل معاكي كل الوقت دوت على اساس ان انت مصريه؟ لا. يعني انت من المهاجرين؟ ايوه. طب ايه؟ اوعى ايدك اوعى. مش هتديني ان نروح؟ والنبي مش خساره فيك، خد يا واد، خد خد، استنى خد، هات علبتين كليوباترا ليا، ولا هات لي انا سوبر وهات لك انت علبه كليوباترا، يلا مش خساره فيك، ضحكتني والله. ماشي يا ابو سعيد. بقول لك ايه صحيح، انا عايز اسالك بقى سؤال بقى، انا عايز اسالك، انت جيتي بقى ونطيتي على المنطقه ديت وخدتي وقشيتي في السوق، اللي يشوفك رايح يفتكرك جاي، واللي يلاقيكي واقف يلاقيكي قاعده، انت ايه حكايتك بقى معانا كده؟ انا يا حبيبي عملت ده كله بالشقه وطفح الكوته، ما خليت حاجه ما عملتها فيكي يا مصر. بعت انابيب، اشتغلت في البيوت، حملت وتحملت من الخرده بالشقه يا حبيبي، بس الحاجه الوحيده اللي ما سلكتش معايا ان افتح كشك، اخد كشك من المحافظه، بس اعمل ايه؟ ماليش ظهر، واللي مالوش ظهر يتضرب على بطنه. صح يا ابو سعيد، معلش انا اسالك سؤال بقى، ابو سعيد الله يرحمه عايش ولا ميت؟ امشي يا واد، امشي يا واد، غور من هنا، امشي، انت هتستهر معايا ولا ايه يا ابن العبيط؟ مش هتديني فلوس؟ امشي يا واد، يلا هات السجاير وتعالى يخرب بيتك. عكننتني. مالك ياد واقف كده ليه انت كمان؟ بقولك ايه يا ام سعيد؟ ايه؟ يعني سؤال كده لا مؤاخذة يعني. اوه انت متجوزة؟ يخرب بيتك! قوم يا واد امشي من هنا، قوم كتكم شاطة، امشي. طب هات جنيه اجيب سكلانة. امشي كك وجع بطنك. هو صلي على النبي. اتجننوا دول عليا ولا ايه؟ يخرب بيوتكم. عاملك ايه يا بنتي يا ام سعيد؟ أنا بصراحة كده من يوم المشكلة اللي كانت بينك وبين البيت سميرة وأنت صعبانة علي. ما يصعبش عليك غالية الدلعادي ليه؟ وأنا كاتعة ولا كاتعة؟ ده أنا مرمطتها ومسحت بيها بلاط شارع عبد العزيز كله، أنت فاكرني هفية؟ لا أنا ما قلتش حاجة يعني، بس هقول كده يعني، إيه اللي يخلي عيل معفن زي الواد اللي اسمه بكر كده يقعد يتمدد لك ويتودد لك ويجري وراكي كده وأنت مرة كبيرة معلمة في السوق؟ عايز تقول يا جاور ايه؟ خلصني. عايز اقول يعني كده ان انت مره هتحب البسبس وانا راجل عم احب البسبس. استنى، ايه البسبس ده؟ البسبس يعني ان احنا نلم شويه فلوس كتار ونقعد نشتري في محلات الشارع ونعمل ونكبر ونبقى زيتنا في دقيقنا ونكبر شغلتنا في السوق واحنا نبقى اصحاب الشارع. مش فاهمه يعني ايه؟ يعني انا ممكن اتجوزك خلاص عشان يعني الحاج هيديني 4 نسوان. خلاص ايه رايك بدل ما انت قاعده فاضيه كده ولا عيل ولا تيل اتجوزيني، هتبقى اسمك ان انت شايله اسم المعلم جعور ابو نبره. يا لهوي يا ربي، هو جرالك ايه يا معلمين الشارع؟ مالك يا شارع عبد العزيز؟ كل يوم والتاني الاقي راجل داخل يقول لك اتجوزك. هو انا كنت الاول كوخه ودلوقتي بقيت دحه؟ اتغيرت ولا ايه؟ ولا كلكم طمعانين في القرشين يا اولاد الكلب؟ ما انت مره فاكريه ولسانك زالف. صح يا بت، انا عايزك تبقي مرتي، تبقي مرت المعلم جعور، انا اخاف على مصلحتك يا بت الفجريه. مصلحتي ايه يا حبيبي؟ قوم شوف نفسك انت الاول كتكميله. يخرب بيت ابو اللي جابوك، طب قوم يا بت انت من قدامي، قوم يخرب بيت ابو اللي جابوك، الشارع قدامك طويل. بقول لك يلا إيه؟ ما تقعدش قدامي، انت تخرس خالص. انا عارف اي حته تعجبني في شارع عبد العزيز. قوم انت يا حبيبي اسحب وترى ورا باترينتك. قامت ايه قوم يا عم؟ عامله فيها جاز مش عارف ايه، وانت شكلك زي الطوبه. يخرب بيت ابو اللي جابك، كيك وجع بطنك. قال على راي المثل، ام الضفيره تقوم النقره تقع في ضحيره. جاب اوتوماتيك يا ست الكل. اه طب ما تصبح يا سيد المعلمين. فعلا يا ام سعيد ما خدتش بالي. عذرك معاك يا كبيرهم، وحياة النبي انت اللي فيهم، انت اللي فاهمني.
عايز ايه يا ام سعيد؟ عايز اجهزه ولا حاجه؟ مش قلت لك بتفهمني وحياه سعيد؟ والنبي في الشارع كل ما في زيك. طب حصليني على جوه. هوا خلاص. صباح الخير يا معلم. صباح الخير. ازيك؟ روح نوع فيها هات لي شاي بلبن. وشوف ام سعيد تشرب ايه. شاوي يا ست الكل. ايه يا معلم كتر خيرك. كوبايه الشاي لسه في ايدي ما شربتهاش. طيب يا روح انت عطيه. اقعد يا ام سعيد. يوه هو انت كل حاجه عايز تتكلم في الشغل وبس؟ مالك يا معلم؟ نتكلم فيه تاني يا ام سعيد؟ ما هو الشغل واحنا بينا وبين بعض حاجه غير الشغل. يا اخويا ما يبقاش طبعك حامي كده. انا كان نفسي اطمن عليه. ناقصك حاجه؟ محتاجه؟ الست ام عاصم مريحك ولا مش مريحك؟ في يا ام سعيد؟ ست ام عاصم مريحاني ومش مريحاني ولا متنيله على عينها ولا قرفاني؟ انت مالك؟ انت بتخليك في شغلك يا سيدي المعلمين. والنبي اصلي بصراحه نفسي اعمل معاك واجب. ايه؟ اكلك يعني بايديا. ده بمناسبه ايه بالظبط؟ احنا بالشغل واجهزه وكده يعني. يا معلم محبه هي المحبة بفلوس؟ لا يعني ده انا لما بشوفك كده داخل الشارع راجل يفتح طول بعرض ملو هدومك والنبي ملك زي قلبي بيرفرف وانا ست وبقدر. في يا مسعيد هو في ايه؟ في ايه؟ في غدا بكره. انا هجيب الغدا في العمود ونتغدى مع بعض. اعمل حسابك. مش يا معلم؟ ها؟ بإذن الله. استنى أسأل. بإذن الله بإذن الله. طب بالإذن. عن إذنك. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. صباح الخير يا عطية. صباح الخير يا ست الكل. ازيك؟ الله يسلمك. السلام عليكم يا سيدي المعلمين. صباح الخير يا ابو سعيد. انا عامله لك بقى اكل عايزك تدوق وتستطعم وتقول لي رايك ايه. ايه ده يا ابو سعيد؟ طبيخ على الصبح؟ وماله؟ انا لسه فاطر. اخصى عليك ما تقولش كده. ده انا سهرانه طول الليل اعمله لك بايديا. عايزك بقى تدوق وتقول لي طبيخي ولا طبيخ الست ام عاصم ولا المرحومه الله يرحمها ام سناء. شوف مين اجدع. في ايه يا ولية؟ انت بتنظري على ايه بالظبط؟ انت مالك ومال ام عاصم وامه؟ في ايه؟ ما تقولي يا ولية بتيجي دغري على طول. الحلال. نعم؟ الحلال يا سيدي المعلمين. الحلال والمثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. فهمت. عندك بنت عايزه اتجوزها لك؟ لا بنت اسم الله على مقامك. ما انا قدامك اهو عايزه اسقف بيت واعمر غيط. رايك ايه يا سيدي المعلمين؟ دي بتسقمي على ايه بالظبط يا ولية؟ جري يا معلم ما تصحصح معايا كده. بسقم على الجواز وبعدين اوعى تفتكر ان انا رميه ولا مش لاقيه رجاله. لا وحياتك دول بيترموا كده بيترموا حواليا. بس انا مره مزجنجيه. احب اختار الراجل بنفسي. وبعدين لما يكون راجل ليه شخطه ونطره وراجل متع زيك. وبعدين الدهن في العتق يا معلم. قلت ايه بقى؟ انا بقول ايه؟ طب ما انا اتجوزت قبل كده وبعدين لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين اتدغهم ثلاثه. اخسي عليك اوعى تقول كده. يعني انا كنت استفدت ايه قبل كده في الجوازتين اللي فاتوا؟ لا 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 يا عينيا ما هو صوابعك مش زي بعضيها. انا غير. وبعدين هو مش هيبقى جواز وبس هيبقى جواز وبزنس. مش فاهمها يعني ازاي؟ اقول لك. يعني القرشين اللي معايا على القرشين اللي معاك نلخبطهم على بعض ونعمل معرض والمعرض يجيب معرض. قلت ايه بقى؟
ايوه بس انت ايه يعني اللي غير رايك ها؟ طب ما انت كنت الاول بتقول لي انا بدريه ماليش دعوه بالحكومه ومش عايزه ادفع ضرائب. انت وحياتك اللي غيرت رايي. انت يا سي السيد، انت يا راجل جديد، عشانك يا اخويا اعمل اي حاجه. وبعدين مادام انت فيها ابقى انا فيها ولا اخفيها. قلت ايه بقى؟ ودي يتقال فيها حاجه. انا بقى مسعيد، انت احلى حاجه حصلت في حياتي. انا عارف ايه اللي طصني في عينيا وجوزت الاثنين اللي قبلك. التالتة تبت يا شرشوبي. يا ولي يا شرشوبي، دلعيني بشرشوبي. شوفي لي اسم عادي يا اخويا. ما انا بحتس في اسمك شرشوبي. اقول لك ايه، يا شرشر ولا يا اوبي؟ يا ولي انا بسمع اوبي، دلعي اوبي. فاتتني ديس يا عمر. انا بنت اللي جنني وانا بنكتب الكتاب. ام سعيد يبقى اسمها نهاد، المعلمه نهاد. ودي فيها ايه بقى؟ زي الناس يا اخويا، ما كل الناس. هي مين دي اللي معلمه يا شرشابي؟ وما عادها لي على مكتبك. انت خدت يا راجل على قبر. ومال ذوقك بقى عفش كده؟ اخرتها بترمرم وتشال اسمك لنسوان الشارع؟ مين دي يا سي عمر؟ انا وليا؟ ها ده انا هوريك اللي عمرك ما شفتيه. يولولوا كريمة. عمر هو اللي هياخدني حقي. كريمة. انت طالق. اتطلقت من النبي. يا وليه سيبيلها راجعة. اتطلقني. ايه؟ اتطلقني يا شرشابي. ما تعمليش. عشان بوز الاخص دي. بس يا وليه ما تعمليش فيها من الاس. اطلعي برا. برا. كده يا سماء بتباع ابوكي، بتعومي على عم كريمه. طيب انت بقى من النهارده لا انت بنتي ولا اعرفك ولا عايزك تعتبي المعرض ده تاني. اخص عليك، اخص 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 بقى. تخسر بنتك وتكرشها من معرضك علشان خاطر واحده زبت زي دي؟ الله، لو ليه انت بتتكلمي عليها دي تبقى مراتي. يا عم حوش، حد يروح يتجوز واحده اسمها ايه؟ ام مين؟ اسمها نهاد يا بنت، مش ام سعيد. لا اسمها ام سعيد. دي نسوان الشارع كلهم ضاربينها. ها دول مروعينها ضرب. ده الشق في كعب رجليها طول كده. حد يتجوز واحده عامله كده؟ يا راجل ده البقعه في جلابيتها من التلقيح على الرصيفه كانت كده. الله، ده انت اللي حميت ولبست ونضفت يا راجل. دي طمعانه فيه. يا ولية عيب، يا ولية عيب. يامك ولا كريمة دي كانوا ايه قبل ما اتجوزوا؟ لا تفرق كتير، تفرق كتير يا معلم. في اصل وفي اب وام تشكلهم، انما ام سعيد دي ولا ام اسلام دي اسمها ايه؟ اسمها نهاد. نهاد دي عندها مين دي؟ طمعانة في فلوسك. يا ولية ده عندها فلوس تسد عين الشمس. ما عندهاش معرض الشرشابي. ما عندهاش. وهتجيلك في لحظة حنية كده وتقول لك والنبي يا شرشبتي اكتب لي المعرض. إذا كان المعرض هو اللي يهمك يا أختي، أنا كاتبه باسمك واسم المحروس أخوك. أيوه كده يا راجل، يا جامد يا جدع. يا نسبتي يا راجل، الكلام اللي بسمعه ده معرض إيه ده اللي مش باسمك؟ أنت كنت بتتصنطي علينا يا ولية ولا إيه؟ لا مش أنا قلت لك دي ست واطية. يا عم طلقها وخلص. أمي اتلقح انت على جنب يا ومتية يا حرقوبة. وحياة النبي لوريك على العلقة اللي أكلتها لي انت والنسوان الحرائب اللي جبتيهم. أما انت يا شرشابي ده ما كانش اتفقنا يا الدلعادي. كان اتفقنا يا رحم. كان اتفقنا ان احنا نتجوز ونشتغل سوا. طب ما احنا اتجوزنا وبنشتغل سوا. ايوه بنتجوزنا وبنشتغل سوا، عايزه ايه تاني؟ هي كلمه واحده ملهاش تاني يا شرشابي. يا ترجع المعرض باسمك يا كل واحد منا يا حبيبي يروح من طريق. شفت انا قلت لك دي مره واطيه. يا عم طلعها وخلص امي. ما يقدرش يا حلوه. ليه ان شاء الله؟ عارفه
عارفه ليه؟ ليه؟ عشان فلوسي، واخد مني فلوس قد كده. البضاعه دي يا حبيبتي اللي من التوتوارة حواليكي بتاعتي من حر مالي يا معلمه. ده بالجزمه القديمه ترجع لك كل فلوسك، والراجل ده ان شاء الله هيطلعك عشان يخلصني ويخلص امي. بنت سناء؟ نعم. انت معاك فلوس تدي لها فلوسها؟ عيب سناء بنت الشرشابي، ارمي عليها يمين الطلبه وخلصني. عمو سعيد؟ نعم. انت طالق بيت تلاتة. يلا يا ولية انت اطلع بالك مش خبر؟ انا حوريك. تقر مين يا بنت العبيطة؟ ده بنت الشرشان. اوعى تتعرض لي في حتة وترمي عليا مية نار تبقى مصيبة. وماله هنخلص منك ومنها في يوم واحد؟ يا دي النيل انا كان مالي ومالك، ما كانش حرق المعرض على اللي فيه. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.